أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل أكل حبوب منع الحمل جائز أم لا؟ إذا كان له حاجة، إذا كان له حاجة بأن كانت المرأة لا تطيق الحمل لمرضها، أو أنها ترضع طفلا ويتضرر الرضيع من الحمل عليه، فلا بأس أن تأخذ الحبوب التي تؤخر عليها الحمل إلى فترة أخرى، لا بأس أن تأخذ الحبوب التي تؤخر الحمل إلى فترة تستطيع فيها أن تستقبل الحمل. أما إذا لم يكن هناك حاجة، المرأة تستطيع الحمل ولا تتضرر به، فلا يجوز أخذ الحبوب. نعم.